بحكومة محمد الشاع السوداني اللي يعتقد مثل سابقه مصطفى الكاظمي هو فقط أوبر تقدير للشعب العراقي وسوى الدولار 156,000 دينار، أبشركم اليوم عجلة العمل كلها توقفت. ليست عجلة العمل وحدها، فمصالح المواطنين تعطلت بسبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس عتبة 160,000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي دون حلول حكومية، ما فاقم من معاناة المواطنين وتصاعد النقمة الشعبية ضد سياسات حكومة السوداني صاحب الاستعراضات الإعلامية الزائفة كما يحلو للبعض تسميته. حكومة تثقل العراقيين بالأزمات فضلاً عن مضاعفتها لأعباء المعيشة على الفقراء، حتى وصلت إلى رغيف الخبز الذي ارتفع بدوره نتيجة انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع المعيشي للعراقيين، لا سيما أن أغلب المواد الغذائية تستورد من الخارج. قاعد نبيع 5 لأنه طحين تركي، هم يعطونا طحين أسمر. الوجبة اللي يوزعونها للعالم مثل خبز ولا تنوكل. حكومة تتعمد إذلال المواطن واستغلال حاجته في ظل غياب الرقابة على منافذ بيع العملة الرسمية وغير الرسمية، على الرغم من الزيارة الأخيرة لمساعدة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ، والتي أكدت على أن الحكومة في بغداد لم تؤدي عملها في إيقاف عمليات تحويل الأموال المشبوهة إلى إيران، وسط معلومات متداولة عن حزمة عقوبات جديدة تنتظر عدة مصارف تديرها جهات ولائية تتبع الحرس الإيراني. احنا هنا جايين نعاني، هاي إنه 7 أيام، اكو ناس 7 أيام تأثيلة واكو اكثر، والمعاناة ان الشركات كل واحد يحولك على الثاني. وبينما يسعى المواطن العراقي جاهدا لتأمين حاجته من الدولار لأغراض السفر أو التجارة، وسط معاناة متفاقمة أمام منافذ بيع العملة، تطلق إيران مخيلتها وتكشف عما بجعبتها من وسائل للإضرار باقتصاد العراق بعد استغلالها موسم الزيارة الأربعينية مؤخرا في تعزيز رصيدها من العملة الأجنبية عبر ضخ العملة المزورة للأسواق المحلية في العراق، إلى جانب إغراقها بالدينار العراقي بعد إعلان مصرفها المركزي توزيع 200,000 دينار عراقي على كل زائر إيراني للحفاظ على النقد الأجنبي في سابقة لم تحصل من قبل، بعد استبدال نحو 4 ملايين زائر إيراني تلك الأموال بالدولارات العراقية في أكبر عملية تحويل للعملة أمام مرأى البنك المركزي العراقي، الذي التزم الصمت حيال الخطوة الإيرانية للحد من تهاوي التومان على حساب الدينار.